السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. بالنسبة للمقادير التي نحتاج في كيك الطبقات، نحتاج إلى 100 غرام من السكر خشن أو سكر حبيبات، نحتاج إلى 100 مللتر من الحليب، ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو، نحتاج إلى نصف كأس من الزيت أو مقدار 90 مللتر من الزيت، كيس من خميرة الحلويات 8 غرام، بيضة واحدة والدقيق حسب الخليط. نبدأ الآن بتحضير الوصفة. أولا سنقوم بتطريب البيض جيدا، سنضيف إليه سكر حبيبات والزيت، الزيت مقدار نصف كأس من الزيت. سأقوم بمزجة المكونات جيدا، الآن سأضيف الكاكاو. الآن كما تلاحظون معي قمت بإضافة الكاكاو إلى المزيج، سأقوم بإضافة الحليب أيضا، وسأقوم بمجهته المكونات جيدا. بعدها سنبدأ بإضافة الدقيق وأيضا خميرة الحلويات. تقريبا 150 غرام من الدقيق، وحسب نوعية الدقيق الذي ستستعمله في هذه الوصفة سأضيف كمية أخرى من الدقيق، أيضا خميرة الحلويات. سأستمر في الخلط حتى الحصول على خليط كيك. الآن بعد أن قمت بجمع الخليط جيدا، سأصب الخليط الكيك في مول الذي قمت بدهنه من قبل بالزيت. بعد ذلك سأقوم بوضع الكيك في الفرن لمدة 20 دقيقة. بعد مرور 20 دقيقة نقوم بمراقبة الكيك، غالبا ما يكون طهي الكيك بالكامل. بعد ما وجد الكيك ديالنا كيفما كتلاحظوا معايا، فانا خليته حتى يبرد. الان غادي نوجدوا الطبقه الثانيه ديال الكيك اللي غنحتاجوا فيها هاد المكونات. غنحتاجوا المايزينا او نشا الذره، غنحتاجوا منه 3 ديال المعالق، ايضا نصف لتر من الحليب، 3 المعالق سكر خشن سكر حبيبات، وغنحتاجوا الفانيلا بالنسبه للنكهه. نبداو الان التحضير. غادي نوضع سكر فانيلا مع الحليب، غنضيف 3 المعالق من السكر خشن او السكر حبيبات وكيبقى حسب الذوق، وايضا غادي نضيف 3 المعالق من نشا الذره او المايزينا. كنمزجوا هاد المكونات جيدا قبل ما كنوضعوهم فوق النار باش ما كيتشكلش لينا حبيبات. ضروري ما كنمزجوهم جيدا قبل ما نوضعوهم فوق النار. الان غادي نوضع الخليط فوق النار حتى يصبح ثقيل، من بعد فحنا غادي نوضعوه فوق الكيك.
بعد ما صبح الخليط بهاد القوام كما كتلاحظوا معايا، الان غادي نخليته برد واحد شويه، غناخذوا الكيك ديالنا و غادي نقلبوه بهذا الشكل، وغادي نخدموا على هذه الطبقه حيت متساوي السطح ديالها. نرجع القالب هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، وغنصب الخليط من الفوق. كنحاولوا نساوي الخليط فوق من الكيك. غنخلي حتى غادي تبرد هاد الطبقه مزيان الفوق اللي عندي، وغادي نوجدوا الطبقه الثالثه. والان وصلنا للطبقه الثالثه. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاجو في الطبقه الثالثه، غنحتاجو 500 مليلتر من الماء او مقدار نصف لتر من الماء، غنحتاجو السكر اللي غيكون حسب الذوق، غنحتاجو 3 المعالق من المايزينا او نشا الذرة، وغنحتاجو ملعقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان. غناخدو ملعقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، غادي نضيفو جوج معالق كبار السكر سنيدة السكر الحبيبات، وغنضيف 3 المعالق من النشا، وغنقوم بالمزج ديال هاد المكونات جيدا قبل الوضع ديالهم على فوق النار. بالنسبه للقهوه سريعه الذوبان، فانا استعملت 3 المعالق باش كتعطيني هذا اللون الاسود الداكن. الان غادي نخلي الخليط ديالي بعد ما خليته على النار حتى عقد، غنبقى نحرك فيه بهذا الشكل حتى يبرد، عاد غنوضعه كطبقه ثالثه من فوق الكيك. خليني نبرد. هذا هو الكيك بعد ما خليته في الثلاجه لمده ديال ساعتين حتى جمدات هاد الطبقه الثانيه ديالنا. من هاد الخليط ديالي توا خليته برد شويه، عاد غادي نوضعه فوق من الكيك. من الافضل ما توضعوهش ساخن باش ما تخسرش لكم هاد الطبقه اللي درنا في الاول. غادي نصب هاد الخليط فوق الكيك بهاد الشكل كما كتلاحظوا معايا، وغادي نوضع الخليط مره ثانيه في الثلاجه لمده ساعتين حتى لثلاثه السوايع حتى كتجمد هاد الطبقه الثالثه، ومن بعد غنمروا للشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك الطبقات اللي قدمت لكم اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا اشتراك في القناه، ايضا تبارطاجيو هاد الفيديو باش يتوصل به الجميع، وديروا جيم للفيديو. شكرا على التتبع ديالكم، للاطلاع على المزيد من الوصفات زوروا الموقعين chefmariam.com ايضا موقع شهواتي.com. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.